بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقرائه صحيحه وشرحه في الدارين، آمين. ما زلنا في أبواب كتاب العتق، وهو الكتاب 21 من هذا الكتاب المبارك، وتكلمنا بالأمس على النهي عن بيع الولاء وهبته، واستنتجنا من هذا أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، وهي قاعدة مهمة. فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، كآنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، فلا يجوز بيعها، وأيضا لا يجوز هبتها. واضح؟ كآلات اللهو لا يجوز استعمالها ولا يجوز بيعها، إذن لا يجوز هبتها. فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي في المعاملات، حتى نتعلم منها فروع كثيرة. واستنبطنا من هذه القاعدة أيضا عدم جواز التبرع بالأعضاء، لأن العضو لا يجوز بيعه، والإنسان كله على يعني على كماله هكذا لا يجوز أن يبيع الإنسان نفسه فيصير رقيقا. نهى النبي عن أن يبيع الإنسان نفسه فيصير رقيقا، وقال أنه بريء من يفعل ذلك، وأن من فعل ذلك ملعون يوم القيامة، إنه يضرب على نفسه الرق، أو يبيع أطفاله كما يحدث في بعض الدول الفقيرة، يبيع أطفاله فيضرب عليهم الرق. والآن نشأت في أوروبا وفي أمريكا يعني مراكز كثيرة تقوم على تجارة الأعضاء عن طريق خطف الأطفال وبيعها من البلاد، تجارة في منتهى الفساد، وهي أسوأ من تجارة الرقيق. ويكتب لكل طفل من هؤلاء الأطفال بطاقة جينية معروف إيه أعضاؤه ومعروف الجين بتاعه، علشان يعملوا توافق ويبقى عن طريق النت يعرفوا يبيعوا ويمسكوا هذا الطفل، ياخدوا منه قلبه ويرسلوه إلى المدينة الفلانية، ويأخذوا كليتيه ويرسلوها إلى المكان الفلاني، وكأنها أصبحت قطع غيار آدمية، وفقدنا معنى ولقد كرمنا بني آدم. وبالتالي بيع الأعضاء حرام، وكذلك هبة الأعضاء حرام. لماذا؟ لأن الله كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فابن آدم هذا مكرم، أسجد الله له ملائكته وأرسل إليه رسله وخلق الأكوان كلها من أجله، وخلق له الجنة والنار، وأرسل إليه كتبه وكلمه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى خالق الخلق والمستغني عن الخلق، وبالرغم من ذلك أعاره اهتمام ورزقه وأوجده من عدم، وهداه وهداه النجدين، وجعل من بين جنسه من هو أفضل خلقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بقية الرسل. كل هذه المعاني يفقدها الكفار ولا يعلمونها، يظنون أن الإنسان كالحيوان يسير على الأرض ويأكل ويشرب ويتمتع ثم يموت، وليس بعد الموت شيء، هكذا هم يظنون. ولكن الله هدانا بالوحي الشريف على يد نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن، فعلينا أن ننظر نظرتنا الحقيقية ولا نتأثر بنظرة الغرب للإنسان. فالإنسان مكرم حيا وميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وأن ما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه وهو ميت، يعني كل ما يؤذي الإنسان في حياته يؤذيه وهو ميت. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر،
لانه يؤذي الميت، انك تجلس على قبر وهو مدفون يؤذيه، فنهى النبي ان تجلس على القبر، ونهى ان تبول على القبر، وان تتغوط على القبر، ونهى ايضا ان تصلي على القبر، لان القبر محل نجاسة، يختلط جسد الميت بالتراب فيصبح المكان نجسا، فلا يجوز ان تصلي على القبر لنجاسته، ولا يجوز ان تجلس على القبر لإيذاء الميت، ولا أن تتغوط على القبر لإذا، لأن الميت ما زال له حرمة، يعني الإنسان تظل حرمته مستمرة حتى بعد وفاته لا في حال حياته فقط، لأن نعلم أن الموت ما هو إلا استمرار لحياة من طبيعة أخرى، وأنه انتقال من حياة إلى حياة أخرى، وأنه استمرار وترقي عند المسلمين، دي نظرتهم للموت هي ترقي وانتقال إلى طور آخر أرقى من الطور الذي كان فيه في حال دنياه، كالفرق في الترقي بينك وأنت في حال الدنيا وأنت جنين أو وأنت نطفة أو أنت إيه في عالم الذري في أصلاب الآباء والأمهات. فكلما ارتقيت في كل في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في صورة ذر ثم في صورة مشيج ثم في صورة جنين ثم في صورة صبي ثم شاب ثم رجل ثم في عالم البرزخ ثم بعد ذلك في عالم البعث والنشور ثم بعد ذلك في عالم الجنة والنار. فأنت في كل هذه العوالم لك صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، فأنت مكرم في كل عوالمك. هذه المعاني يفقدها الكفار الذين نتعلم منهم الطب، ولذا اغتر بعض المسلمين وصاروا خلفهم في معاملة الإنسان أنه قطع غيار وأنه قطعة لحم، أقطع من هذه القطعة وأوصلها بالقطعة الأخرى، ولم ينظروا إلى مراد الله أن يكون الإنسان متفردا في ذاته، ولا يوجد تكرار في الإنسان، فكل إنسان فرد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكذلك ومخلوق فردا متفردا. وجعل علامات في الخلقة تدلك على تفرد الإنسان، البصمة لا تتكرر، حتى الصوت له بصمة لا تتكرر، وكذلك العين والقرنية لها بصمة لا تتكرر. ثم بعد ذلك اتضح عند زراعة الأعضاء أن الخلايا أيضا لها ترتيب في البروتينات والجينات لا تتكرر، لدرجة أنهم عندما أخذوا عضو من إنسان ووضعوا في إنسان آخر فوجئوا أن هذا الجسم يطرد هذا العضو، لا يقبله لأنه غريب عليه، لأنه متفرد، ثم لا يتعظ بهذا بل يسير في غيام. المفروض أننا نتعظ عندما نأخذ عضو ونرعه في إنسان آخر فنجد أن الإنسان هذا رفض هذا العضو، نفهم أن الله مراده ألا تتداخل الأعضاء، مراد الله هذا، لأنه خلق هذا السلاح سلاح رفض الأعضاء، هذا السلاح اللي خلقه الله، أنا لم أخلقه في جسمي ولكن الله خلقه بهذه الصورة، فلا بد أن أسير مع مراد الله في خلقه. لا، هم لا يسيرون مع مراد الله في خلقه، بل يخترعوا أدوية تثبط المناعة حتى تمنع طرد العضو، وما زالوا في غيهم، فيعطوا للمريض مدى الحياة أدوية تثبط مناعته حتى يقبل هذا العضو الغريب عليه، ويفقد حتى سلاح المحافظة على تفرده الذي أراده الله فيه. فإذا أعطى أدوية مثبطات المناعة يصاب أمراض فقد المناعة، فبعضهم يصاب الإيدز، وبعضهم يصاب أمراض في الغدد الليمفاوية، وبعضهم يصاب أمراض أخرى، وإذا أصيب حتى ولو بدور أنفلونزا يتحول إلى التهاب رئوي شديد ويحتاج يدخل عناية مركزة، لأنه يسير في الأرض بلا مناعة تمنع عنه مضاره، فيسلبه كل قدراته المناعية التي تجعله تواجه الكون بحياة طبيعية. وهم لا يتعظون لأنهم لا يفقهون، وقليل من الناس هم الذين يفقهون، قليل، والحمد لله الذي جعلنا من هذا القليل، لأننا نسير خلف الوحي، هم يسيرون خلف الهوى والتجربة دون أن يتعظوا، ولا يعتقدون أن هناك حياة بعد الحياة الدنيا. ولكن المسلم يختلف، الله سبحانه وتعالى جعلنا لا نملك أعضاءنا، هو الذي وهبنا هذه الأعضاء، فإذا كان وهبنا هذه الأعضاء فهل أذن لنا أن نبيعها؟
الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكل الإنسان مثلا، فلا يجوز أننا في وقت المجاعة نأخذ بعض الناس الفقراء نذبحهم ونأكلهم حتى نعيش ونبيعهم، لأن كل إنسان لا يملك نفسه حتى يبيع نفسه، حتى ولو تبرع إنسان لمجموعة جائعة وقال اذبحوني وكلوني لا يقبل. لماذا؟ لأنه هو نفسه لا يملك نفسه حتى يتبرع لغيره فيأكله ليعيش في وقت المجاعة. فإذا كان الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه، يبقى كيف يتصرف فيما لا يملك؟ فيسمح لهذا أنه يأخذ جزءا منه، والذي يتصرف فيما لا يملك يكون ظالم، لأنه ظالم نفسه، ويكون متعدي، ويكون كفاعل الغصب. وبالتالي الإنسان طالما لا يملك أعضاءه، وهذه هي حضارة المسلمين، أن الإنسان ملكا لله، هو لا يملك نفسه. المسلم يعتقد ذلك جيدا، أنه أن الله هو الذي يملكه، هو مالك يوم الدين، هو رب العالمين، جعلكم مستخلفين فيه. ولذا يسألنا عن نظرنا، لما نظرنا في الحرام، يسألنا عن أسماعنا، لما سمعنا ما لا يليق، يسألنا عن أيدينا، لما بطشنا وأخذنا ما لا يحق لنا، يسألنا عن أقدامنا، لما سعينا في الفساد في الأرض. وإن لم نجب يجعل جوارحنا تجيب يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فلو كنت تملك أعضاءك ما شهدت عليك يوم القيامة، ولكن الله هو الذي يملكها وهو الذي جعلها تشهد عليك. فإن كنت لا تملك هذه الأعضاء فكيف تتصرف فيها ببيع أو هبة أيها الإنسان المكرم؟ فنظرة المسلمين وفلسفة دينهم وفهمهم لدينهم وعلاقتهم بربهم ونظرتهم للدنيا أنها مرحلة وليس هي كل شيء، تجعلهم يحرمون قضية زرع الأعضاء وأخذ عضو من إنسان لإنسان، سواء كان هذا الإنسان كافر أو هذا الإنسان مسلم، لأن الإنسان مكرم سواء كان كافرا أو مسلم. ومن تكريم الإنسان أنه لا يكره على دين، من تكريم الإنسان قال لا إكراه في الدين. الله سبحانه وتعالى جعلنا من كرامتنا عنده، أعطانا حرية الاختيار وجعلنا مسؤولين عن اختيارنا. فأهل النار يدخلون النار لأنهم اختاروا الكفر، وأهل الجنة يدخلون الجنة لأنهم اختاروا الطاعة واختاروا العباد، وكل مسؤول عن اختياره. والله لم يرد أن يخلق عباد مجبورين مسيرين، ولكن خلقهم لهم اختيار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاء، وقد شاء الله أن يكون لنا مشيئة. فلما أعطانا هذه المشيئة وهي الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، فاخترناها وقبلناها، فصرنا خلفاء لله في أرضه سبحانه وتعالى. أمرنا أن ألا نفسد فيها، وأمرنا أن نطيعه، وأمرنا 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 ولم يجبرنا، أمرنا فقط حتى نختار بحرية. بل منع الرسل أن تجبر الناس على الدين، ومنع المسلمين أن يجبرون غيرهم على الدين. لا إكراه في الدين، هذا من علامات تكريم الإنسان. فالإنسان مكرم عند ربي، والإنسان المكرم عند ربي يستوي فيه الكافر والمؤمن والصالح كله، لأنه مكرم. وكلكم لآدم وآدم من تراب، خلقكم من نفس واحدة. وبالتالي لا يجوز إن إحنا نقول نحن مسلمين ممكن نأخذ أعضاء من الكفار، لأن الكافر لا حرمة له. هذا خطأ. الكافر مخلوق لله مكرم، رزقه وأرسل إليه رسله وأمده بالعافية وجعله عاقلا وأعانه وأمده وأكرمه وخلق له نارا. فالنار تكريم لهذا الكافر لأنه مسؤول عن عمله، فلما كان مسؤولا عن عمله لابد أن يلقى جزاء هذا العمل، لأنه ليس مهملا، هو محل قهر الله، وهو مظهر قهر الله، وهو مظهر تجلي اسم المضل في الأكوان سبحانه وتعالى. فكما أن الله هو الهادي هو المضل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو مظهر من مظاهر الله في الكون، فهو مكرم. وبالتالي لا يجوز أننا نعامل خلق الله بطريقة مهينة كالحيوانات أبدا.
وبعدين لما نيجي ننظر الى دليل تاني، يعني احنا قلنا في ادلة في طبيعة الخلق التفرد ورفض الاعضاء، دي طبيعة مخلوقة في الانسان المفروض اننا نقف عندها ونفهم، لكن هننظر بقى لدليل سياسي، دليل سياسي لا يخطر على بال فقير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على المسلمين ايه؟ جسد واحد، المسلمون كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. لما احنا جسد واحد ارادوا ان هم يزرعوا داخل هذا الجسد جسم غريب وهم اليهود، يجيبوا اليهود وهم جسم غريب عن المسلمين، يدخلوه داخل جسد الاسلام فيعطوهم وطن قومي لهم في فلسطين في وسط جسد المسلمين. اي عضو غريب يدخل اي جسد لابد انه يقاوم يطرد، طبيعة الخلق كده. فكان المسلمون لهم جيوش تمنع، جيوش مناعية تمنع دخول عضو غريب في جسمهم، هذه الجيوش كانت متمثلة في الخلافة. فلما ارادوا ان هم يزرعوا عضو غريب في جسم المسلمين عملوا ايه؟ تآمروا على الخلافة فقضوا على الخلافة، وقسموا المسلمون الى دويلات كأنهم ادوهم ايه؟ ادوية مثبطات مناعية، مثبطات المناعة السياسية كالمثبطات المناعة الدوائية بالضبط. هذه مثبطات المناعة السياسية كيف تكون؟ بتقسيم جسم المسلمين الى اعضاء مبتورة متفرقة فلا يكون لهم جيش يدافع عنهم فيمنع دخول جسم غريب في جسمهم، وبالتالي اصبحت الان دويلات وكل دولة فيها جيش يدافع عن نظام الدولة، لا عن الاسلام ولا عن جسم الاسلام، بل يدافع عن نظام الدولة. فقسموا العالم الاسلامي الى دويلات صغيرة، والان يريدون ان يعيدوا تقسيمه مرة اخرى الى دويلات اصغر واكثر واقل، كل ذلك من اجل زرع جسم غريب في جسم المسلمين. يعطونا مثبطات مناعة سياسية بمنع قيام جيوش للمسلمين متحدة للمحافظة على جسم الأمة. هم يفعلون ذلك في الطب أيضا، أنت جسمك فجأة جسمك لما يضعف يوم يجيب لك جسم غريب يحطه جوه جسمك، وبعدين مش كده وبس، ويسلب جسمك قدرته على الدفاع عن هذا الجسم بأدوية مثبطات مناعة. نفس ما يحدث في السياسة يحدث في الطب، لأنها فلسفة واحدة، أيديولوجية واحدة، فكرة واحدة، حضارة مخربة تريد إكراه الخلق على وجهة النظر الكافرة. فكل دي حضارة مخربة، احذروها، نرجوكم أن كنتوا يبقى عندكم بعد نظر وفهم عميق لمقاصد الشريعة، وفهم عميق أيضا لمعرفة أن الإنسان إنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بني آدم كافرهم ومؤمنهم، الآية مذكور فيها بني آدم، وبالتالي كل بني آدم مكرمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا هذه المعاني. هذه مقدمة على أي حال نكمل بها ما كنا فتحنا بالأمس. نعود مرة أخرى إلى الباب الخامس، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. وعنه به قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. يعني كل بطن، يعني كل أسرة وكل قبيلة لها عواقلها، لها أجدادها وليها فروعها وليها أنسبها. يبقى معناه أن النسب ده من مقاصد الشرع الشريف المحافظة على الأنساب. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك، يعني من تولى لغير مواليه. وعلشان كده احنا نستنتج من هذا أن تغيير الجنسية
والجنسية اللي هي انك انت مولود في بلد عربي ثم تبحث انك تغير جنسيتك فبتتولى لغير مواليك، هذا حرام. نستنبط من هذا حكم تغيير الجنسية حرام. الجنسية اللي اسمها الرعاية الرعوية، انك انت تبقى من رعاية الدولة الفلانية. انا ربنا خلقني من رعاية اهل مصر، فعلي الا ابحث ان اكون من رعاية دولة اخرى لاني بتولى غير موالية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان يتولى غير مواليه. كل يرضى بما اقامه الله فيه، اقامني في دولة معينة فانا تحت رعاية هذه الدولة، جعلني من العرب فلا اتجنس بجنسية غير العرب لاني اتولى غير مواليه، جعلني من الاجانب فلا اتجنس بجنسية العرب لان ارادني على هذه الهيئة وهذا اراده على هذه الهيئة، وهذا تغيير لمراد الله من خلقه. جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلا يخرج شعب يتمنى ان يكون في شعب اخر، ولا قبيله تخرج بعد افرادها تنتمي لقبيله اخرى. كل هذا يؤدي الى اختلاط والى فوضى لا يحبها الله ورسوله، ولكن الفوضى يحبها الشيطان ويحبها الامريكان ويحبها الكفار. وبالتالي يبقى ايه تغيير الرعويه او الجنسيه تعتبر بتتولى غير مواليك، هذا ايضا حرام. ادي احنا استنبطنا منها من باب العتق، لان في ناس يقول لك ليه بندرس باب العتق ما هو مفيش عبيد دلوقتي ولا في رق. شوف تستنبط منها احكام تفيدك في حياتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتولى الرجل غير مواليه. واضح؟ وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. العدل والصرف هو إيه؟ الفريضة والنافلة، أي طاعة يعني لا يقبل منه أي طاعة سواء كانت هذه الطاعة تطوع أو هذه الطاعة مفروضة لا يقبل منه شيء. وعليه لعنة الله والملائكة معناه أن هذا من الكبائر، لأن توعد باللعن يبقى من الكبائر، حرام من الكبائر. وهنا الحديث خد بالك من تولى قوما بغير إذن موليه، طب لو أذنوا له هل يجوز؟ أجمع الفقهاء أن هذا القيد غير معتبر، حتى ولو أذنوا له يحرم. طب امال القيد ده قال جاء على الغالب، هذا القيد جاء على الغالب، يعني حتى لو اذنوا موالي له ثم تولى غيرهم باذنهم هذا ايضا حرام. امال ليه النبي جاء بغير اذن موالي في الايه بالقيد ده في الحديث؟ قال هذا جاء على الغالب، كقوله تعالى في القران وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طب افرض الربائب ليست في حجرك تحل لك؟ يعني افرض بنت الزوجة التي دخلت بها لم تكن في حجرك، يعني ما كانتش عايشة معك، كانت قاعدة في بلد تانية، يحل لك ان تتزوجها؟ لم يقل بذلك احد من المسلمين. امال ليه ربنا قال واللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي؟ قالوا هذا قيد جاء على الغالب وليس مرادا، قيد جاء على الغالب وليس مرادا كهذا القيد. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب افرض لم يردنا تحصنا، ينفع يعملوا البغاء برغبتهم؟ لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب افرض لم يردنا تحصنا هل يجوز؟ يبقى جاء القيد على الغالب. يبقى أحيانا تأتي قيود في الشرع وليست مقصودة لذاتها، وهذا من بينها أيضا. فهمت بقى المسألة؟ من تولى قوما بغير إذن مولي. ولذا قال الفقهاء بالإجماع أنه حتى ولو أذن مولي يحرم أيضا بالإجماع، وأن هذا القيد جاء على الغالب كالأمثلة التي أتيتك بها في القرآن، وهناك أمثلة كثيرة أخرى. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني تغيير الجنسية حتى ولو بموافقة الدولة اللي بترعاك برضو منهي عنه. فهمت ازاي؟ ما هي الدولة دي بتتولاك مش كده برضو؟ فيها أسرتك وفيها أهلك وفيها أقاربك وفيها أهل بلدك، فأنت منسوب إليهم. حتى ما تروح في أي حتة في العالم تقول لك أنت مين؟ تقول لك أنا مصري. طب افرض الحكومة المصرية أذنت لك إنك أنت تتغير وتبقى إنجليزي وتبقى أمريكاني، برضه حرام. لأن ده حق الله الذي اختار لك هذا المكان الذي خلقك فيه، فأنت تريد أن تغير مراد الله منك. فلا تختار إلا ما اختاره الله لك. اختارك مصريا تبقى مصري، اختارك يابانيا خليك ياباني. اختارك صيني خليك صيني، اختارك هندي خليك هندي. ولا بأس أن تكون مصري مسلم، هندي مسلم، صيني مسلم. لكن لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والرضا بالإقامة هي عين الكرامة. لأن الإقامة أقام هي اختيار الله لك. فالمسلم إيمانه يجعله يقبل اختيار الله له، ويقبل قسمة الله له. ولا يتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض. واضح؟ كل الأمور دي مهمة لازم ناخد بالنا منها. من تولى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وعن أبي قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير موالي بغير إذنهم. وإحنا قلنا بغير إذنهم حتى ولو أذنوا. الحمد لله يكون الله يصلح لكم. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه. القراب السيف هو الجراب، قراب بمعنى جراب وزنا ومعنى. وجراب السيف هو ما يوضع فيه السيف بغمده. السيف بيبقى ليه غمد يعني يدخل فيه، ثم يؤخذ السيف بغمده يوضع في قراب، قراب يعني جراب. فكان سيدنا علي حاطط في الجراب ده مع سيفه المغمود صحيفة كتبها له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عينه قاضيا في اليمن، عشان يكتب فيه الأسنان والعقل والديات وغير ذلك فيفيد في الأحكام. قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب. يعني لأن سيدنا علي كان يعني واسع العلم، كان إمام، والإمام لابد أن يكون أعلم أهل العصر. ما حدش اتقال من الخلفاء الراشدين يا إمام إلا سيدنا علي. خد بالك في فرق بين الخليفة والإمام. الإمام يكون أعلم أهل العصر، واخد بالك؟ فسيدنا علي الوحيد اللي في الصحابة كان يقال له الإمام علي، فهو كان أعلم الصحابة سيدنا علي. لا لا ده بلا نزاع، واخد بالك؟ وهو الوحيد الذي كان يطلق عليه لفظ الإمام. وسيدنا عمر بن الخطاب مع فقهه وعظمته في الإسلام كان يقول لولا أبا الحسن لهلك عمر، لأنه كانت تأتيه قضايا عويصة كان سيدنا علي ينقذه منها، وكان يقول له الحكم فيه. ولذا تمسك بسيدنا علي معه وقت خلافته ولم يخرجه في الغزوات حتى يجلس معه في القضايا التي تجد. فأحسن سيدنا علي إمام كبير. إمام يعني معناه أعلم أهل عصره، هذه معنى الإمامة. فليس كل خليفة إمام على فكرة. ممكن الخليفة يبقى يحكم المسلمين لكن ياخد رأي الناس فيستفيد بعقول المسلمين كلهم. فلا يشترط في الخليفة أن يكون أعلم أهل العصر، لكن الإمام صفاته أن يكون أعلم أهل العصر. فسيدنا علي بهر الناس بعلومه، فظنوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم اختصه بعلوم لم يقلها لأحد، فشاع هذا الأمر عندهم. فوقف سيدنا علي يخطب لهم الخطبة دي يقول لهم لا، النبي لم يخصنا بعلم، اللي احنا بس ربنا خصنا بفهم دقيق عميق في هذا العلم الذي بين أيدي الناس. فبيقول
زعم أن عندنا، قال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله، يعني النبي خصنا بكتاب آخر مع كتاب الله، خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها انت عارف في حاجة اسمها بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزعة في أسنان الإبل المعروفة في الذكر وفي الديات، كان بقى مكتوب ان الحقة يبقى عمرها كذا، البنت اللبون عمرها كذا وهكذا، وفيها كمان ايه نصاب زكاة ايه الحيوان، الاربعين شاة فيها كذا والتسعين فيها كذا، فعامل عامل له زي جدول يوم ايه يبقى معاه ما ينساهوش، لكن هو كل ده مستنبط من السنة، سيدنا علي مش هو اللي ألفه، فهمت بقى ازاي؟ فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يقول لك مثلا اللي يقطع أصبع يدفع مثلا 5 جمال، واللي يكسر سنة يبقى فيها كذا، واللي يكسر سنتين يبقى فيها كذا، واللي يقطع عقلة يبقى كذا، واللي يجرح موضحة تبقى كذا وهكذا، اللي هي إيه؟ الجراحات والديات المتعلقة به. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ودي أسماء جبال في المدينة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، زي ما أحدثوا في المدينة وانتهكوها أيام يزيد بن معاوية وراحوا انتهكوا المدينة ايه وعملوا ايه الحرة، او دول برضو ينطبق عليهم هذا الحديث، وكل من احدث في المدينة حدثا يحرمه الله ورسوله ولا يحفظ حرمة هذه المدينة المحرمة يبقى ايه يقع في هذا، كما نشروا المذهب الوهابي هناك واستباحوها وهدموا اثار النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة وهجموا على قبور حتى الموتى لم يسلموا منهم وهدوها، احدثوا فيها حدثا، فينطبق عليهم هذا الحديث ايضا، لانهم اظهروا مذهبا مخالفا للاجماع، ثم بعد ذلك حكموه بالناس بالسيف وفرضوه على الناس بالسيف، فهم احدثوا فيها ايضا، فكل ده واوى محدثا هذه البدع التي احدثوها واووا في هذه الافكار الغريبه عن الامه، كل ده يدخل في هذا الحديث. فمن أحدث فيها حدثا يعني يخالف الشرع الشريف، أو آوى محدثا يعني من خالف ونشر هذا الفكر المبتدع أو التصرف الخطأ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني حرمة المسلمين واحدة، مش نقول ده فقير حرمته أقل من الغني وده شريف يبقى حرمته أشد من غير الشريف، لا، المسلمين كلهم ذمتهم واحدة، معظمين مكرمين، فكلهم حرمة واحدة، حرمة عالية، فهمت؟ ومن حرمتهم أنهم يحرموا حتى أن تذكرهم بسوء بعد وفاتهم، ويقول اذكروا محاسن موتاكم، فحرمتهم حتى مستمرة بعد وفاتهم. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ما قالش إلا بإذنه، هنا ما قالش، ما فيش تقييد هنا في الرواية دي، ما فيش تقييد إلا بإذنه، وهي دي الرواية دي اللي عليها إيه العمل، لأن احنا قلنا القيد اللي فات إلا بإذنهم، دي دقيق جاء على الغالب غير مقصود في تقييد الحكم. باب فضل العتق. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن مسعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب يعني عضو،
بكل إرب منها إربا منه من النار. يبقى كل عضو من الايه؟ من المعتق، من المعتق ربنا سبحانه وتعالى يعتقه من النار مقابل كل عضو من المعتق. وعلشان كده كان الصحابة او ايام ما كان عندهم عبيد وارقاء كان يختار الرقيق الكامل الاعضاء هو اللي ايه؟ اللي يعتقه، عشان يبقى جميع اعضائه عتقت من النار، لان بكل عضو فيه عضوك يعتق من النار، وبالتالي لا يعتق الا الكامل. ليه؟ وان علمتم فيهم خيرا فكاتبون علم فيهم، لان الكامل عنده قدرة على الكسب وقدرة على ان يستقل بحياته فلا يكون عالة على المجتمع. فما تجيبش العبد الرقيق العاجز المشلول هو اللي تعتقه، طب ما انت كده هتزود الناس اللي هي ايه؟ لا تستطيع ان تقوم بنفسها. لكن انت تختار العبد الكامل الاعضاء القادر على الكسب هو ده اللي تعتقه لوجه الله، فبكل عضو منه يعتق عضو منك من النار. بكل إرب منها إربا منه من النار. وعن أبي قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وعن أبي قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. يعني اختار عبد يعني من العباد، وسيدنا علي بن الحسين علي زين العابدين، سيدنا علي بن الحسين لما سمع الخبر ده اختار أغلى عبد عنده وأعتقه لوجه الله. باب فضل عتق الوالد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا، يعني لا يعطي الابن حق أبيه من البر إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يبقى ساعتها وفاه حقه من البر. إنك أنت تعتق أبيك من الرق إلى الحرية، في الحالة دي يدوب تبقى وافيته حق الأبوة. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. وعلشان كده الفقهاء أجمعوا على أن العبد أن الإنسان إذا اشترى أباه وكان عبدا عتق في الحال بمجرد انتقال الملك، وكذا أبناءه. واخد بالك يعني ايه الاصول والفروع؟ يعني افرض ان واحد ابنه ضرب عليه الرق فراح اشتراه، فلما يشتريه بمجرد انه يتم عقد الشراء تحرر في الحال، مش مستني بقى إيه انك تعتقه، لان لا يتملك الايه الانسان لا فرع ولا اصله في الشرع الشريف كده، ده بالاجماع الفرع والاصل الآباء والأمهات والجدات والأحفاد سواء ذكورا أو إناث. واضح؟ طيب الأخوات، افرض اشتريت أخوك يتحرر ولا لأ؟
عند الاحناف اه. الشافعيه قال لك لا، الشافعيه قالوا الاصول والفروع بس، لكن الاحناف قال لك لا، حتى الاخوات وقولي الارحام، اشترى عمته اشترى خالته تتحرر على طول عند الاحناف كده. وانا اميل لراي الاحناف في هذه المساله بالرغم من الشافعي. لماذا؟ لتشوف الشارع الى العتق، لانها تسير مع ايه؟ مع مقاصد الشريعه. الشافعي قالوا الاصول والفروع بس هي اللي تتحرر، لكن الاحناف قال لك لا، كل المحارم، كل المحارم، اخواته وعماته وخالاته كله يتحرر لو اشترى، لانه لو استعبدهم فيها قطيعه رحم. كويس؟ وبالتالي كله يحرر. وراي الاحناف في هذه المساله انا اميل له، بالرغم اني شافعي المذهب واعتز باني شافعي المذهب، الا ان راي الاحناف يوافق مقاصد الشريعه، لان من مقاصد الشريعه ايه؟ تحرير الرقاب وعتق الرقاب وعدم استعباد الانسان لاخيه الانسان. وعن ابي قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حا قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الاسناد مثله، وقالوا ولده ولد ووالده. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب البيوع غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.